أنا من قلب المسجد الأقصى نحمد الله ونشكره أول شيء أنه أتاح لي فرصة أني جيت من آلاف الكيلومترات من تونس الخضراء باش نصلي في القدس، وبعدها تعب والحمد لله يا ربي كانت الأمور ماشية تمام. ونحب نقول لكم يا أهل القدس راكم في قلبي، في قلب كل التوانسة، كل الشعب التونسي، وإن شاء الله يا رب النصر ليكم، وإن شاء الله ندخل القدس بدون حواجز. أوكي؟ والقدس الله أكبر، والقدس تبقى دائما عربية. عاصمة فلسطين العربية وعاصمة الأمة الإسلامية والمسيحية.